استرحاب وعناية، حتى إذا ما مرت حقائبهم بأجهزة التفتيش الروتينية اشتبه الضباط المسؤولون في هذه الحقائب وبدأوا في تفتيشها، وحدثت المفاجأة الكبرى لضابط الأمن عندما اكتشف أن أول حقيبة تناولها التفتيش كانت تحتوي على مخزن في أسفلها مليء بمادة شديدة الانفجار، مما اضطره إلى حج جميع الحقائب التي بلغ عددها 95 حقيبة وجميعها ذات مخازن سفلية مليئة بمادة التفجير بما يبلغ وزنه 51 كيلوغرام. وانتقل الخبر فورا إلى السلطات المسؤولة في الدولة وتشكلت لجنة للتحقيق. فماذا سجلت اللاقطات والعدسات؟ اعترف كبير ركاب هذه الطائرة الحملدار المدعو محمد حسن علي محمدي دهنوي بأنه ومجموعته قد قدموا لتنفيذ مهمة بأمر من القيادة الإيرانية، أي لاستخدام هذه المتفجرات في الحرمين الشريفين والمشاعر الحرام، حيث كان في المملكة ما يقارب 2 مليون حاج من مختلف الأقطار الإسلامية في العالم يؤدون فريضتهم لحج بيت الله الحرام. اعترف هو وزملاؤه بالصوت والصورة بأنهم جاءوا يحملون الموتى والدمار لضيوف الرحمن. هكذا أيها الإخوة المسلمون وأيها المشاهدون يرى قادة إيران الإسلام الذي يستترون وراءه في ثورتهم الظالمة، وهكذا يرى قادة إيران أن انتهاك حرمة البيت العتيق ومناسك العبادة وقتل مئات الآلاف من المسلمين من تعاليم الإسلام الحنيف الذي يدعون أنهم حماته وأبناؤه. بتاريخ 3 ذي الحجة عام 1406 للهجرة تمكنت سلطات الأمن والجمارك من إحباط محاولة لتهريب 51 كيلوغرام من مادة C4 شديدة الانفجار مع مجموعة من الحجاج الإيرانيين قدموا على رحلة الخطوط الجوية الإيرانية رقم 3169. تبدأ الإجراءات الأمنية منذ وصول الحجاج إلى أراضي المملكة، حيث يقوم رجال الجمارك بفحص أمتعتهم للحيلولة دون وصول الممنوعات وتسربها إلى داخل البلاد. مهمة رجل الجمارك الدقة في العمل وضبط الممنوعات قبل دخول البلاد. عند وصول العفس الإيراني بدأت بتفتيش أول شنطة تفتيشا دقيقا وإخراج محتوياتها وجدت أنها خفيفة وليست ثقيلة على حسب ثقل الشنطة. عندما وصلت إلى قاع الشنطة وجدت أنه سميكا، ولما طرقت عليه وجدت به صوت قريب وتفريغ. قمت بنزل العجلات وإخراج اللوح وتسليم الشنطة ومحتوياتها لرئيس الصالة. في تمام الساعة 6:56 من صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/1406 وصلت الطائرة الإيرانية رحلة رقم 3169 القادة من أصفهان، وعليها حجاج إيرانيين بلغ عددهم 500 حاج وحاجة. ولدى تفتيش أمتعتهم وجد الأخ سعد قطعة أبلكاش في قاع الشنطة فأحضرها لي، فوجدت أن القطعة سميكة أكثر من اللازم وثقيلة جدا، وعند ذلك جرى فتحها فوجد بها بداخلها مادة بيضاء اللون لزجة، مع الملاحظ أن الرحلة هذه وصلت في 3/12/1406. وعند ذلك تم إخطار الجهات المختصة بعد أن أخذنا الشنط إلى المكتب والبالغ 94 شنطة، وعلى الفور بدأ في فحص حقائب ركاب الطائرة الإيرانية، وكان من الضروري فصل عجلات الحقائب لإخراج الألواح الخشبية، وتم استخراج المادة التي بلغ وزنها 51 كيلوغرام. هذه المادة عبارة عن مادة C4، وثبت بتحليلها أنها تحتوي على مركب RDX
المسمى سايكلوترايميثيلين تراينيترامين، وهذه المادة تندرج تحت فئة المتفجرات العسكرية البلاستيكية شديدة الانفجار. ومن خصائص هذه المادة أنها مادة مقاومة للماء وذات حساسية عالية، وهذا يساعد في أن تكون مادة سهلة التداول وسهلة النقل وسهلة التشكيل، وهذا يساعد في سهولة تهريبها وإخفائها. في هذه الحالة تم فرد العجينة المحتوية على هذه المادة في ألواح خشبية مجوفة، ثم تم تغطيتها بلوح آخر وتم لصق اللوحين بمادة لاصقة، ثم تم تثبيت اللوح بأكمله في قاع الحقيبة، وتم تثبيت عجلات الحقيبة في هذا اللوح الخشبي لإعطاء مظهر عادي أو طبيعي للحقيبة حتى لا يؤدي ذلك إلى الاشتباه فيها. هذه المادة تسمى C4، وهي من المواد الشديدة الانفجار، وهذه المادة تعتبر من المواد العسكرية التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا، فهي تصنع في المصانع الحربية. نظرا لقوة هذه المادة فإنها تستخدم في أعمال النسف والتدمير من قبل المخربين. لو استخدمنا 1 كيلو من هذه المادة لنسف سيارة فإنها كافية لإحداث أثر تدميري في هذه السيارة، وسوف تخلف وفيات بما يعادل نسبة 85% في دائرة قطرها 10 متر، وسوف تحدث خسائر وإصابات خارج هذه الدائرة نظرا للشظايا المتطايرة من هذه السيارة. التي تم ضبطها مع الحجاج الإيرانيين هي 51 كيلو جرام من مادة C4، أي هذه المادة. هذه الكمية لو تم استخدامها في نفق أو جسر في المشاعر كجسر رمي الجمرات فإن هذه سوف تخلف أثر تدميري عالي جدا، وهذا الأثر التدميري العالي جدا سوف يخلف ضحايا بالمئات. لفظ این که این مواد منفجره رو بخواییم